لازم اعترف اني غلطت واعتذر عن غلطي كمان. ما كانش المفروض ابدا اخرج انا ورؤوف. والله لو على قد القرايب ماشي. لا مش ماشي يا طنط، مفيش واحده متجوزه هتقبل ان جوزها يقابل الاكس بتاعته حتى لو قريبته. ما عشان كده انا جايه بعتذر. على فكره رؤوف هو اللي طلب مني ان احنا نخرج سوا. انا ما كنتش فاكره ان الموضوع ده هيعمل مشكله كبيره كده. خلاص خلاص يا حبايبي بقى، حصل خير. لا مش خير يا طنط، لازم تقوله الكلام ده بشكل واضح وصريح عشان دماغه ما تروحش كده ولا كده. قوليه له انت يا مدام شيرين. انا كنت جايه النهارده لطنط فردوس عشان اقول لها تقوله، عشان ما اضطرش اكلمه تاني. اهو بانت حسن النية. وكويس قوي ان انا شفتك دلوقتي عشان تسمعي مني. انا ما عنديش اي استعداد اخش في مهاترات من النوع ده، لا مع رؤوف ولا مع غيره. ماشي هحاول اصدقك. اوكي، واثباتا كمان لحسن نيتي انا هطلب يا طنط من سيف ان انا مش هقدر اشتغل معاه في مشروعه الجديد. مشروعه الجديد؟ مشروع ايه ده؟ ايه ده؟ هو ما قالكيش؟ لا طبعا ما قاليش. لا اكيد هيقولك، خليه هو يقولك احسن. يا ماما يا ماما. في ايه؟ في ايه يا حبيبتي؟ الولد ده ضربني وشد شعري. علاء ما بتسمعش الكلام، كل ما ولدت بحاجة اونكل سيف تعاند فيا. هو مش انا هنا الراجل ولا ايه؟ ايه ده؟ مفيش حاجة اسمها راجل وست وبنت وولد. ايه ده؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ تيتا عندها حق، ما تزعليش يا حبيبتي، حقك عليا. أنا لازم أمشي. هو أنا مش قلتلك قبل كده اللي يضربك تضربي؟ آه. ما ضربتيهوش ليه؟ معرفش. طب خلاص اسكتي بقى. بس بقى أنت هتطلعي عقدك على البنت؟ يا أختي كنت نفعتي نفسك. ماشي يا طنط، أنا همشي. اتفضلي. ربنا يهديكم. نص نص. ليه؟ كارو كلاسيك اهو. لا لذيذ قوي. عارفه انا مبسوط قوي ان انت محدده هدفك كنت صغيره قوي كده. على فكره انا مش صغيره قوي زي ما انت متخيل، شكلي بس هو اللي اصغر من سني. علشان بتتصرفي زي الاطفال وعينيكي كلها شقاوة. انت عارفه ان انا مش فاكر حتى انا كنت عايزه ابقى ايه لما اكبر. طيار مثلا؟ طبعا ده في مرحله ما، بس الحقيقه يعني بابايا ما كانش معاه فلوس علشان يصرف عليا طيران. لا انا قصدي في مرحله قبل كده الحقيقه. مش فاكر انا كنت عايز ابقى دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا كاتب ولا ممثل، مش فاكر خالص. على فكره انت كمان لسه العمر قدامك كبير قوي، ممكن تقرر وتحدد اللي انت عايزه. بص ده لذيذ من غير النظارة أحلى كتير. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.